الحقيقة احنا راهو كأعضاء مجالس بلدية قمنا بواجبنا أمام الله وأمام الوطن. وأمام المواطنين، خليني نذكر السياسيين المواطن اللي أنتم سامحني ربما السياسيين هو إنسان متواضع في الحياة ونعرفه على المستوى الشخصي ما يسمحش لروحه، ولكن العبيد هذوما اللي يخدموا بشفافية ويمشيوا في القانون يقولوا احنا بالتونسي قانونجيين راهم بين المطرقة والسندان. المواطن اللي انتخب إنسان شريف في المجلس البلدي وين يراه، وين يصبح عليه، وين يمشي بحذاه، شعملتونا شنية الحكاية، راهم متهمين من المواطنين، وفي نفس الدول وفي نفس الوقت الحق ضائع، قاعدين ما بين هذا وما بين هذا، صحيح ولا لا؟ فعلا فعلا احنا يطالبوا فيكم يعني عندنا معاناه يوميه من طرف المواطن، معاناه علاش؟ خاطر المواطن اعطى فينا الثقه، لانه صفحات سكرة القائمه على الانشطه في سكرة قاعدين يراسلوا في الصفحه نتاعي انا الاعلاميه عفيف القنيسي، وقاعده توصلني العديد من كاني وليت عايشه في سكرة. المواطن اليوم يمارس في حق المواطنه نتاعو سي الاسعد، والمعلومه في الاعداد راهي تجي بطريقه سهله لانه المواطن متفاعل. تفضل. هذا هو اليوم كما قلت لكم، اليوم راهو المواطن اعطى فينا الثقه. كما قلت هي تجربة مريرة، تجربة السلطة المحلية وتجربة البلديات وما تبعه، يعني عشناها بصراحة بمرارة كبيرة وكبيرة جدا. علاش؟ على خاطر كنا نأمل باش نعطيه الإضافة، كنا نأمل باش نقدمه الإضافة، لكن لقينا رواحنا قدام ملفات كبيرة وكبيرة جدا ولوبيات، وأقولها وتحمل مسؤوليتي في هذا، لوبيات كبيرة، لوبيات شبهات فساد رهيبة. يعني اليوم كي نقول لكم أنا الحقيقة احنا ما نجمو كان نثمنوا البارح، قاوت البارح قرار يعني السيد رئيس الجمهورية اللي قال باش يحمي المبلغين، مزيد حماية المبلغين عن الفساد، وراه احنا عشنا الهرسلة، عشنا يعني العديد من الفترات في حياتنا على اثر يعني تحملنا مسؤوليتنا، هي راهو تحمل مسؤوليه فقط. كي نقولوا يعني نبلغوا على ملف من ملفات شبهات الفساد، هذا تحملنا مسؤوليتنا وكنا يعني عند حسن ظن المواطنين نتاعنا. يعني كي نشوفوا اليوم امام هذه التجربة